وما ذكره المؤلف رحمه الله من الأوقات بدأ فيه بالظهر، وهذا مما جرى عليه عمل كثير من المصنفين البداءة بذكر وقت الظهر. وعلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل الصلوات التي بيّن فيها مبدأ وقت كل صلاة ومنتهاه بدأ فيه بصلاة الظهر. هذا مستند البداءة بصلاة الظهر. وأولى من هذا في المستند أن الله إنما ذكر في إقامة الصلاة عندما ذكر أوقاتها الصلاة، صلاة الظهر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وهذا أول أوقاتها. فالبداءة بالظهر في عد أوقات الصلوات لها مستندات. الأول القرآن الكريم في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس ثم ذكر بقية الأوقات، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل مبدأ وقت كل صلاة ومنتهاه بدأ فيه بصلاة الظهر، وقد جاء في بعض الروايات أنه بدأه بصلاة الفجر، لكن المحفوظ أنه بدأه بصلاة الظهر.